السهام المكسورة أسلحة نووية أمريكية مفقودة تهدد حياة ملايين البشر. كانت لدى الروائي الأوروغوياني إدواردو غاليانو قناعة بأن الإنسان في فترات حظه السيء يمكن أن يفقد أقلامه ومفاتيحه ونقوده، حتى الوجوه والصور، لكنه لم يدرك أنه يمكن للجيوش في لحظاتها العثرة أن تفقد بغتة أشياء بإمكانها سلب أرواح عن طريق السهام المكسورة. هذا ما برهنه الجيش الأمريكي للعالم بإعلانه فقدان 6 أسلحة نووية خلال تعرضه ل32 حادثة نووية على مدار تاريخه. أولى هذه الحوادث وقعت في صيف عام 1957، حينما تعرضت طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز C-124 محملة ب3 أسلحة نووية وكبسولة نووية واحدة لعطل مفاجئ أجبرها على إسقاط قنبلتين من ارتفاع 4500 قدم و2500 قدم قرب مدينة أتلانتيك سيتي بولاية نيوجيرسي، ولم يعثر لهما على أثر بعد ذلك. وفي فبراير من عام 1958 اضطرت قاذفة من طراز B-47 إلى التخلص من قنبلة نووية تزن 400 رطل كانت تحملها بإسقاطها من ارتفاع 7200 قدم بالقرب من جزيرة تايبي بولاية جورجيا، بعدما اصطدمت بمقاتلة من طراز F-85 أثناء قيامها بمهمة، فيما لم يتم العثور على تلك القنبلة حتى الآن. وفي عام 1959 تحطم قارب سريع تابع للبحرية الأمريكية في قاع المحيط الهادئ بينما كان يحمل سلاحاً نووياً مضاداً للغواصات، ولحسن الحظ أنقذ طاقم القارب، غير أن السلاح النووي أبحر عميقاً فلم يتمكنوا من الوصول إليه. أما في يناير عام 1961 سقطت قنبلتان نوويتان كانتا على متن قاذفة أمريكية من طراز B-52 تحطمت في ولاية نورث كارولاينا لتختفي آثارها تحت الرماد. وتكررت الواقعة عام 1965 حينما سقطت مقاتلة أمريكية محملة بقنبلة نووية حرارية من طراز B-43 من أعلى حاملة طائرات خلال مناورة تدريبية ببحر الفلبين، لتختفي المقاتلة والقنبلة إلى الأبد. أما في عام 1966 فقد سقطت 4 قنابل نووية على إحدى قرى جنوب إسبانيا من قاذفة أمريكية اصطدمت بطائرة وقود، واستطاع الجيش الأمريكي جمع آثار 3 قنابل منها فيما اختفت القنبلة الرابعة، لتبقى هذه الأسلحة النووية الضائعة قنابل موقوتة تهدد حياة مليارات البشر.